السلام عليكم يا جماعة، خلونا من هذه الحكاية الفارغين اللي ما عندهم أوكان سونس، اللي ما عندهم حتى قيمة. الناس تشوف الحاجات اللي فيوتيليتي زي الصغار. كلمة على سيد الوليد جا ليا من قبل سيفيل، يعني ماهوش بوفد رسمي ولا، جا ليا هكاك ما عرفوش حتى في وسط الغاشي، دخل في وسط الغاشي خوفي لا جا سلم عليا وقصر معايا. وهذه نتاع الحكاية هذه نتاع طبع اليد هبط اليد، ما كاش منها، هذه ما كاش منها. كيف الإنسان مجروح وإنسان مغبون وإنسان اللي ما يعرف واش هذاك يجي يقول لكم باللي طبع اليد. بالكونترير هدر معايا بظرافة وحكى معايا، وطلعت نهار اللي ودعت الرئيس وسط الجمهورية سيد الوالي، حط يدو في كتفي وقال لي الوقت اللي تجي ليا بمرحبا بك، لا ولاية راهي مفتوحة لك. خلونا من الحكايات، خلونا من الحكايات وشوفوا الحوايج وحد اخرين. وهذا هي، والسلام عليكم.